الاسبيشال وان جوزيه مورينيو مدرب الذئاب الايطاليه روما الاولمبيكو. يا ساده يا كرام، مورينيو يؤكد هنيئا لفريق اشبيليه بحارسها العظيم المغربي ياسين بونو، فكان هو السبب الرئيسي بتصدياته الاعجازيه في فوزهم باللقب. تصريحات تاريخيه عظيمه اسطوريه ناريه للتاريخ من الاسبيشال ون عن ياسين بونو. قبل الدخول في باقي التصريحات، عزيز المتابع الكبير الجبار، لو كنت عاشق محب لياسين بونو بل لجميع النجوم المغاربة، أتمنى تدعمني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. جوزيه مورينيو أكد بأن فريق إشبيلية يمتلك حارس إعجازي وأسطوري مثل ياسين بونو. أيضا جوزيه مورينيو أبدى اندهاشه وأبدى استغرابه من التصديات الأسطورية لياسين بونو في المباراة، خاصة التصدي الذي جاء في أحداث الشوط الإضافي الثاني وحرم روما من هدف فوز قاتل. وأكد جوزيه مورينيو أن هذا التصدي لياسين بونو هو أفضل تصدي شاهده طوال مسيرته التدريبية. أيضا جوزيه مورينيو أكد بأن المباراة كانت ملحمية، وأكد أيضا أن فريق إشبيلية يستاهل الفوز، ولكنه حزين جدا لعدم تحقيق اللقب الذي كان ينتظره، لقب الدوري الأوروبي مع فريق روما الإيطالي.